خبر طازة لسه حاصل حالا، هو ان اين فالير جوز اخت كريس بامستيد اعلن ان هو هيعتزل او اعتزل خلاص من بطولات كمال الاجسام ومن اي حاجة ليها علاقة بكمال الاجسام، وقال ان المشكلة ملهاش اي علاقة بالصحة بتاعته. هل انا اعتقد ان هي حاجة ليها علاقة بالصحة ولا لا؟ بص، هو في اخر بطولة ليه لما كسب البطل حسن مصطفى كان في ديتريوريشن كتير قوي او تدهور في العضلات بتاعته، وعلى الرغم من كده ان هو كسبها برضو، عضلة الترايسبس بتاعته زي ما قلت قبل كده كانت ممحية، عضلة الصدر كان من الواضح ان هي فيها قطع، العضلات بتاعته ما كانتش اقوى حاجة في البطولة ديت، ومع ذلك هو خد فيها مركز اول. وقال دلوقتي من شوية ان هو خلاص اعلن الاعتزال، السبب ملوش اي علاقة خالص بالصحة بتاعته، ولكن ده تشابتر بالنسبة له او جزء من حياته انتهى، وان هو عايز يبتدي جزء جديد من حياته. يعني ما قالش اي تفاصيل اكتر من كده خالص، فحبيت ابلغكم واقول لكم الخبر زي ما نزل كما هو. واللي بقى تفتكر هل ده ليه علاقة بمشاكل صحية، وده طلع يقول كده حاجة زي ما تقول كوفر اب علشان المشاكل الصحية بتاعته، ولا هو فعلا خلاص يعني عايز يشوف مستقبله في حاجة تانية بعيدا عن كمال الاجسام؟